بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29. تقول: رجل متزوج وقد حصل بينه وبين أم زوجته شجار، فقال لها: ابنتك علي أم بعد اليوم، فما الحكم في هذا القول؟ وهل يجوز أن يعيش مع زوجته بعد هذا؟ إذا قال ابنتك علي أم، نعم، معناه أنه ظهر منها، كأنه يقول هي علي كأمي أو هي علي كظهر أمي. نعم، وهذا حرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول زورة. فهي ليست أمة، إنما هي زوجته، أحرم عليه أن يتلفظ بهذا الكلام. ولكن لما حصل منه هذا الشيء فإنه لا يجوز له أن يقربها حتى يكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. على الترتيب: أولا العتق إذا قدر عليه، ثانيا إذا لم يقدر على العتق وجب عليه الصيام، ثالثا إذا لم يستطع الصيام وجب عليه إطعام 60 مسكينا، ولا يقرب زوجته حتى يكفر هذه الكفارة. جزاكم الله خيرا. ابن صقر السويلمي من الرياض بعث يقول في رسالته: لقد نذرت نذرا أن أصوم 5 أيام كلما أقوم بشرب سجارة من الدخان، وكان ذلك من باب العزم على الامتناع عنه ورغبة مني في تركه إلى الأبد، ومرت الأيام والسنين ثم عدت إليه وشربته مرة أخرى، فتذكرت النذر وقمت وأديت الكفارة وصمت 5 أيام التي نذرتها، فهل هذه الكفارة التي أديتها تكفي وتلغي النذر الحلف 3 يقع مرة واحدة إذا كان على أمر واحد، أم أنه يلزمني أن أصوم عن كل سجارة واحدة 5 أيام كما نصيت في نذري؟ فإنني شربت الآن الكثير، فإذا كان يلزمني عن كل سجارة صيام 5 أيام فمعناه أنني سأصوم أكثر من 1000 يوم تقريبا، وكيف أستطيع ذلك؟ فما هو الحل؟ وهل من مخرج من هذه الكفارة أو بالصدقة أو نحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا ننصح السائل وغيره ممن يقول بتناول الدخان أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتركوا هذا الخبيث الذي يضرهم في دينهم ودنياهم وفي صحتهم وأبدانهم، لأنه ضرر محض لا فائدة فيه لوجه من الوجوه، وهو خبيث من الخبائث. والله تعالى يقول في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيب ويحرم عليهم الخبائث، ولا فيه أحد في العالم حتى من الذين يتعاطون هذا الشيء يثبت أن فيه فائدة واحدة، بينما فيه أضرار كثيرة وأخطار عظيمة. والواجب على المسلم أن يكون عنده عزم وقوة وشهامة، قوة إيمان، يترك ما حرم الله عليه حتى وإن كان من أغلى الأشياء عليه، كيف وهو شيء تافه وخبيث، فإنه يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منه وأن يتركه، حفاظا على صحته وعلى ماله وعلى دينه، لأنه لا يأتي بخير. أما من ناحية النذر الذي نذرت أن تتركه وإذا شربته أن تصوم، فأنت نذرت ترك محرم، وهذا واجب عليه، والإنسان إذا نذر أن يترك المحرم فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، لأن إذا نذر الإنسان فعل الواجب أو نذر ترك المحرم قد نذر واجبا عليه، يجب عليه الوفاء به، وأنت يجب عليك أن تتركه ولو لم تنذر، فكيف وقد نذرت؟ إذن يتعين عليك تركه، نصيحة لنفسك ووفاء بنذرك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي ننصحك به، ولا نرى لك غيره أبدا، لا نرى لك أن تنقض اليمين وأن تتعاطى هذا الدخان، لأنه جريمة وضرر، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تتركه وأن تمضي في عزيمتك وأن تخلص نفسك من أضراره وأضراره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكنه يسأل: هل يكفي صيامه 5 أيام عن مجرد عودته إليه، أو يلزمه كما حدد عن كل سجارة 5 أيام؟ لا، هو النذر هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، لأن قصده منه منع نفسه من هذا الشيء، على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يجري مجرى اليمين، يكون
يكون فيه كفارة يمين، وقد كفر كفارة واحدة ولعلها تكفي إن شاء الله كفارة يمين. نعم. نعم. وقال كلما شربه يصوم 5 أيام. نعم. معناه أن النذر باق لم ينحل، وأنه كل ما شرب جارة يلزمه صيام 5 وباقي لم ينحل، عليه أن يترك هذا الدخان حتى ولو لم ينذر، فكيف وقد نذر؟ ولو فعله وجب عليه صيام 5 أيام. نعم. كل ما فعله يجب عن كل مرة يشرب فيه، عن كل مرة، لأنه قال كل ما شرب. نعم. نعم. عن كل سيجارة يقول أصوم 5 أيام. نعم. هذا معناه هذا قوله هو. أي نعم. فمعناه أنه يتكرر عليه النذر كل ما تناول سيجارة، وهذا مما يؤكد عليه ترك هذا الخبيث. نعم. أقصد أنه تلزمه، إذا يلزمه الوفاء بالنذر عن كل سيجارة 5 أيام. كل سيجارة يلزمه 5 أيام كما نذر. كما نذر. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد عبد الحي، مصري مقيم بالسعودية، يقول أنا أبلغ من العمر 36 عاما، ولكن أكثر أفعالي خلال هذا العمر غير مرضية، فقد ارتكبت الكثير من المخالفات ولم أكن أصوم رمضان سوى من 2 فقط، وكذلك الصلوات، فماذا يجب علي نحو الصلاة والصيام؟ فإني قد عقدت العزم على التوبة الصادقة إلى الله، كذلك حلفت أيمانا كثيرة وقد حنثت في الكثير منها ولكن لكني أجهل عددها، فهل علي كفارة وكيف تؤدى وأنا أجهل عدد الأيمان التي حنث فيها؟ أما القضية الأولى وهي تركك للصلوات سنين وتركك للصيام، هذه الفترة التي كنت فيها على هذه الحالة لست على الإسلام، لأن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، سواء كان جاحدا لوجوبها أو مقرا بوجوبها وتركها كسلا على الصحيح، فكل هذه الفترة وأنت لست على دين. لكن لما من الله عليك بتوبة وتبت إلى الله وحافظت على الصيام والصلاة، فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يلزمك قضاء ما فات قبل التوبة. وأما من ناحية الأيمان التي حلفتها وخالفتها ولا تدري كم عددها، فعليك أن تقدر هذه الأيمان، تجتهد في تقديرها وتكفر عنها وتحتاط. لو قدرتها مثلا 10 أيمان تحتاط وتزيد فيها يمين مثلا، وهكذا عليك بالاحتياط، قدر واحتط واترك في المستقبل كثرة الأيمان. والله تعالى يقول ولا تطع كل حلاف مهين، كثرة الحلف والمبادرة إلى الحلف هذا فيه إحراج وفيه تساهل باليمين، فعليك أن تتحرز اليمين في المستقبل وأن تحتاط وتقدر الكفارة فيما سبق. الله يوفق الجميع. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع إسماعيل عبد اللطيف من العراق بغداد الأعظمية، بعث برسالة ضمنها الكثير من الأسئلة وقد سبقت الإجابة على بعضها، فنكتفي بعرض ما يلي منها. يقول ما حكم الزواج المفروض بالقوة على الفتاة أو على الشاب من قبل أهلهما، وهل عصيان الوالدين في مثل هذا الموضوع جائز أم لا؟ أولا الزواج بالقوة لا ينبغي أن يجبر الإنسان على الزواج سواء كان ذكرا أو أنثى، وإنما يتزوج باختياره ورغبته. وأما مسألة عصيان الوالدين في هذا، هذا فيه تفصيل. إذا كانت الزوجة التي ألزمك والدك بالزواج منها، أو الزوج الذي ألزم البنت أبوها الزواج منه، إذا كان لا يصلح دينا من ناحية الدين، فإنه لا تجوز طاعته في هذا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إذا كان امتناعه منه لغير الدين، إنما لأمر آخر من ناحية خلقه أو لأمر غير الدين، فالأحسن أن تطيع والدك، وأن ربما يكون ذلك خيرا له. الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ويقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وربما يكون والدك أحسن نظر منك وأبعد نظرا في العواقب. فإذا كان كراهتك للزوجة أو كراهة الزوج لهذا الزوج لا لأمر ديني، فالأحسن أن يطيع والده وأن يقدم على الزواج، ولعل في ذلك خير إن شاء الله. بالنسبة للزواج المفروض بالقوة من حيث الصحة، هل هو صحيح؟ إذا كان بالقوة من غير اختيار الشخص، يعني أكره عليه، نعم، أكره على هذا، يكون له الخيار، يكون للشخص الخيار بإمضائه أو فسخه. نعم. سؤاله الثاني يقول ما هي العلة في تحريم الجمع في الزواج بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها أو خالتها؟ العلة والله أعلم المحافظة على حق القرابة وصلة الرحم، لأن التزوج بالقريبة العمة أو الخالة مع ابنة أختها أو مع ابنة أخيها هذا يسبب القطيعة لما
لما بين الضرتين من الحمية والغيرة من بعضهن على بعض، وهذا يسبب تقاطع في الرحم. لأجل ذلك والله أعلم نهى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين الجمع والجمع بين المرأة وخالتها، والله أعلم. سؤاله الثالث يقول: هل هناك نسبة معينة ومحددة شرعا للربح في التجارة، أم لا حدود فيه مشروعة حتى لو بلغ الضعف أو الضعفين؟ لا حدود للربح في التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الاتجار والبيع والشراء من غير تقييد بحد معين، لا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يحدد الربح إذا كان هذا الربح يجري على الوجه الصحيح وعلى الوجه المشروع. أما إذا كان على غير الوجه المشروع، يعني يكون ربحا ربويا أو فائدة ربوية، أو كان فيه استغلال لحاجة الفقير والمضطر، يكره أن الإنسان يستغل حاجة المضطر ويزيد عليه زيادات باهظة لأنه محتاج ومضطر، يكره له هذا. نعم. حتى لو وصل الربح إلى الضعف مثلا، ضعف القيمة أو ضعفين، ما في تحديد، خصوصا إذا كان فترة الربح لارتفاع ثمن وغلاء الأسعار، لا شيء في هذا. إنما كما ذكرنا ينبغي المسلم أن يتسامح مع أخيه المسلم وأن لا يثقله بالدين وثمن، خصوصا إذا كان مضطرا ومحتاجا، ينبغي يراعي حالته. نعم. سؤاله الرابع يقول: ما هي النسبة التي تخرج للزكاة في الزرع الذي يسقى بالآلات؟ الذي يسقى بالآلات فيه نصف العشر، كل ما سقي بمعونة الآلات أو بالسواني والنضح يكون فيه نصف العشر. نصف العشر. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول: ما معنى قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؟ قيل معنى الآية أنه لا يجوز لأحد أن يدعو على أحد إلا إذا كان المدعو عليه ظالما له، فيجوز للإنسان أن يدعو على من ظلمه. وقيل في معنى الآية أن من سبك يجوز لك أن تسبه من باب القصاص، أما السباب من غير قصاص فهذا لا يجوز. لا يحب الله الجهر بالسوء القول إلا من ظلم، فمن سابك أو شتمك جاز لك أن تقص منه أن ترد عليه بالمثل، أما إذا لم يكن هناك سبب السباب والشتم هذا لا يجوز لأنه جهر بالسوء. نعم. إذن المقصود بالسوء هنا هو السب والشتم، السب والشتم أو الدعاء. نعم. نعم. يعني لا يعم هذا حتى الأفعال الباطلة التي يعني على الأقل إذا ابتلي الإنسان بها أن يستتر، يعني إشهار الجرائم و... نعم. ومثلا تشهير بالعصاة، نعم يدخل فيه هذا أيضا. نعم. لكن قوله إلا من ظلم هذا يدل على أن فيه مقابلة، فيه مقابلة بين طرفين، مظلوم. نعم. وظالم، أنه يجوز للمظلوم أن يجهر بالسوء على من ظلمه. نعم. هذه رسالة من المستمع عبد المحسن بعوضة، يمني جنوبي مقيم بجدة، يقول: أنا أعمل مديرا لمحلات أحد التجار، وعادته في إخراج الزكاة أن يكون في شهر رمضان، ولكنه كثيرا ما يكون غائبا عن البلد فيترك الزكاة عندي مع كشف بأسماء من يريد دفع الزكاة إليهم، ويقول لي: إن جاءك أحد من هؤلاء المسجلة أسماؤهم فادفع إليه ما خصصته له، وإن لم يأتي فلا تعطي أحدا غيرهم. والذي يحدث أن بعض أولئك لا يحضرون، مما جعل كثيرا من النقود المخصصة للزكاة تبقى مكنوزة، فما الحكم في هذا العمل؟ وهل يجوز أن يحدد الإنسان الأشخاص الذين سيدفع إليهم الزكاة أم يتركها لمستحقها بدون تعيين أسماء؟ أنت مؤتمن، يجب عليك أن تنفذ ما قاله لك صاحب الزكاة، فتبقي الزكاة عندك، وإذا جاءك مستحقها الذي عين في الكشف الموجود لديك تدفع إليه حقه، ومن لم يأتي تحتفظ بحقه وتسلمه لصاحب المال. صاحب المال الذي تجب عليه الزكاة هو الذي يتصرف فيما تبقى، إن شاء انتظر به صاحبه المستحق، وإن شاء صرفه إلى غيره من المستحقين. إلا أنه لا ينبغي حبس الزكاة ومدة طويلة، بل ينبغي المبادرة بإخراجها، ولا ينتظر بها وقتا آخر إلا إذا دعت إلى هذا ضرورة، يعني يكون هناك محتاج ينتظره، أو وقت حاجة مثلا، مجاعة أو مسغبة، فيجوز تأخيرها لانتظارا لهذه الحالة المترقبة. وعلى كل حال أنت مؤتمن، ليس عليك إلا أن تنفذ ما قيل لك، ولا تتصرف في هذه الزكاة من غير تفويض من صاحبها. نعم. لكن كونه يحدد أسماء معينة، قد يأتي من هو أحق منهم فلا يعطيه شيئا لأنه خصصها لفلان، هذا راجع إليه. إذا
كانت الأسماء المحددة من المستحقين فلا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت الأسماء المحددة أصحابها لا يستحقون الزكاة فلا يجوز له أن يدفعها إلى غير مستحق، وإن كان أصحابها يستحقون ولكن فيه من هو أحق منهم فالأولى هذا أن يدفعها للمستحقين لمن هم أكثر حاجة، الأولى أن يدفعها لمن هم أكثر حاجة، ولكن إعطاؤها لأولئك مجزي. نعم. من حيث الإجزاء مجزي. نعم. بارك الله فيكم. هذا أو هذه السائلة باسمة من العراق بغداد بعثت بسؤال تقول فيه: ما مدى صحة الحديث القائل من بدل دينه فاقتلوه، وما معناه، وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين، وبين قوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وبين الحديث القائل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. وهل يفهم أن اعتراق الدين بالاختيار لا بالإكراه؟ أولا الحديث من بدل دينه هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. نعم. من أهل السنة بهذا اللفظ. نعم بهذا اللفظ من بدل دينه فاقتلوه. نعم. وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه هذا في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. وأما قوله تعالى لا إكراه في الدين تبين الرشد من الغي، وقوله تعالى لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس، فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، الدخول في الإسلام هذا شيء في القلب وهذا اقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند وعرف الحق وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده. وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه قسرا هذا ليس إلينا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نجاهد في سبيل الله، وأولا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبين للناس هذا الدين، ونجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة. أما المرتد فهذا يقتل لأنه كفر بعد إسلامه وترك الحق بعد معرفته، فهذا عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، فهذا لما فسد ومرج قلبه وجب قتله لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد وبعد معرفة الحق، لذلك صار لا يصلح للبقاء يجب قتله. فلا تعارض بين قوله تعالى لا إكراه في الدين وبين قتل المرتد، لأن لا إكراه في الدين هذا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد هذا عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه. على أن الآية وهي قوله تعالى لا إكراه في الدين فيها أقوال للمفسرين، منهم من يقول إنها خاصة بأهل الكتاب وأن أهل الكتاب لا يكرهون وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية، يقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر. ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموه، فهي منسوخة بآية السيف، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح في معنى الآية. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع معجب أحمد من طرابلس ليبيا، بعث بسؤالين. في سؤاله الأول يقول: لدي مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء، وكل واحد منهم لديه أسرة كبيرة ولا يملك شيئا يذكر لتغطية نفقات دراسة أولاده، وأنا أحسن حالا والحمد لله، فهل يجوز لي أن وزع زكاة مالي عليهم بشرط ألا أخبرهم بأن هذا المال هو زكاة مالي دفعا للحرج وخوف أن يعلموا ذلك فلا يقبلوها؟ أولا دفع الزكاة لمثل هؤلاء جائز لأنهم في حاجة إلى ذلك، ما دام أن دخلهم لا يكفيهم حاجاتهم الضرورية دفع الزكاة إليهم مشروع، ولكن لا تدفعها لكل أحد وإنما تدفعها لوليهم القائم عليهم الذي ينفق عليهم ويكفلهم تدفع له الزكاة. وأما من ناحية الإخبار عنها أنها زكاة أو غير زكاة هذا يتبع المصلحة، إذا كانت المصلحة في عدم إخبارهم فلا تخبرهم، وإذا كانت المصلحة
في إقرارهم فأخبرهم. المدار على كونهم مستحقين أو غير مستحقين. إن كانوا غير مستحقين لا يجوز لك الدفع إليهم، وإن كانوا مستحقين فإنه يشرع الدفع إليهم، والإخبار وعدم الإخبار هذا يتبع المصلحة. سؤاله الثاني يقول: أصبت في شهر رمضان الماضي ببعض الآلام ولم أستطع الصيام، فأفطرت وأجبرت زوجتي التي كانت مرافقة لي في فترة العلاج، أجبرتها على الإفطار أيضا، والآن أود أن أطعم لعدم استطاعتي للصيام، فهل يجوز لي ما قمت به تجاه زوجتي؟ وهل يجزئ عني الإطعام؟ وهل يجوز لي أن أطعم عن زوجتي لأنها مرضع في الوقت الحاضر؟ إفطارك أنت لأجل المرض هذا شيء مرخص فيه، الله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر عدة من أيام أخرى. وأما أمرك أو إجبارك لزوجتك على الإفطار فهذا لا أرى له وجها، لأنها ليست مريضة، ليست مسافرة، وليست من أهل الأعذار. أنت أخطأت في كونك إجبرتها على الفطر وهي ليست من أهل الأعذار، ولكن ما دام حصل الأمر في هذا فأنت أخطأت، وهي عليها القضاء، عليها أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. وإذا كان أتى عليها رمضان آخر قبل قضائها، أخرتها حتى أتى عليها رمضان آخر من غير عذر، فإنها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينة. وإذا كانت كما يظهر من آخر السؤال، إذا كانت أفطرت لأجل الرضاع، لكون الرضاع، لكون مثلا الصيام يضر بولدها ويقلل اللبن عليه، فالإفطار في هذا صحيح، أنها تكون من أهل الأعذار ويكون عليها القضاء فقط، يكون عليها القضاء مع الإطعام. نعم، يكون عليها القضاء مع الإطعام، لأنها إذا أفطرت لأجل رضيعها يكون عليها القضاء مع الإطعام عن كل يوم مسكين.